نحن الآن في مدينة جنديرس، حيث يقيم الدفاع المدني فعالية إحياء الذكرى الأولى لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 شباط عام 2023، وقتل إثر هذا الزلزال أكثر من 4500 شخص فيما أصيب، أكثر من 11,000 مدني. استجابت فرق الدفاع المدني ل 182 موقعا تضرروا بفعل الزلزال المدمر، فيما دمر أكثر من 580 بناء، وأنقذت فرق الدفاع المدني 2950 شخصا. نتابع معا بعض الفعاليات من هذه الفعالية حول الذكرى الأولى على زلزال سوريا وتركيا. نحن اليوم في الذكرى الأولى من الزلزال المدمر اللي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا. قمنا بالدفاع المدني السوري اليوم بفعالية في مدينة جنديرس، هي الفعالية للتذكير بالكارثة الأليمة اللي حلت فينا كسوريين منذ عام، وحجمها الكبير، للتذكير بالضحايا اللي فقدناهم خلال الزلزال المدمر والأثر المأساوي الكبير اللي تركوا. طبعا هاي الفعاليه لتذكير كل الناس بانه هاي المأساة محفوره في قلبنا، ولتذكير كل العالم بانه ضروري مساعده الناس اللي لا زالوا في الخيام من المتضررين زلزال، بانه مساعدتهم ليرجعوا لحياتهم الطبيعيه. عام مر على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا، زلزال حصد أرواح الكثيرين ودمر الكثير من المباني والمنشآت الصحية والمنشآت والمباني العامة، ويبدو أن رحلة التعافي من آثاره ستكون طويلة وشاقة. مصطفى الخلف، الرافدين، جنديرس، ريف حلب.